تيحكم درت مقابلة الحمد لله أنا راضي عليها. تنتمنى باغي نوجه واحد الرسالة للجمهور ديال الوداد أنهم يحاولوا أنهم يشجعونا لأن التشجيع ديالهم حافز بالنسبة لنا خصوصا في المقابلات الجاية. تنوعد الجمهور إن شاء الله أن غنحاولوا هذه المقابلات إن شاء الله ديال الكودي إن شاء الله نبرزوه مزيان ونتقاتلوا باش نجيبوا نتيجة إيجابية إن شاء الله. بالنسبة للمدرب بونيتو هو مدرب كبير كما تعرفوا السي في ديالو درب أندية كبيرة في إسبانيا. الحمد لله دابا من ناحية التدريب والتعليمات ديالو كاين واحد التحسن بالنسبة للمجموعة. تنتمنى إن شاء الله كما أشرت لك أن المقابلات الجاية إن شاء الله خصنا نركزوا أكثر وخصنا نحاولوا نجمعوا اللي بوا أكثر باش إن شاء الله نزيدوا في الفوز. بالنسبة الحمد لله للاعبين كاين الجروب الحمد لله اللاعبين فاهمين بعضياتهم خصوصا حنا مركزين دابا أكثر على بالنسبة لي أنا الشامبيون يعني بقى لعبة أهم حاجة خصنا على الأقل لما دينا الشامبيون هذه السنة هذه خصنا نتكلاصو مزيانين باش نعرفو إن شاء الله.